إذا مشاهدينا هسه رح ننتقل إلى ريبورتاج. طبعا أكدت الدراسات من مختصين اجتماعيين أنه الشعر الشائب أي الأبيض هم الأكثر رغبة من قبل النساء للزواج. أكيد هناك عدة أسباب رح نتعرف عليها من خلال هذا الريبورتاج. صاحب الشعر الشائب رجل مثالي للزواج. دراسة شملت 4500 امرأة أجراها خبراء العلاقة الزوجية والاجتماعية. 88% من المتطوعات فضلن الرجل صاحب الشعر الأبيض عن غيره من الرجال. أسباب تفضيلهن لصاحب الشعر الأبيض كانت نضوجه، جاذبيته، حكمته، خبرته في التعامل مع المرأة.